هل الخير مكتوب؟ نعم، كله شيء بقضاء وقدر، فما من شيء إلا علمه الله تعالى. ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، ما كان مما يسر به الإنسان ومما يساء به، مما يحب ومما يكره، فما من شيء في الكون إلا وقد أجرى الله تعالى قدره، إلا وكان قد جرى به تقديره جل في علاه. علم الله السابق وكتابته لما علم جل في علاه قبل خلق هذه الأشياء ووجودها، ثم مشيئته، ثم خلقه سبحانه وبحمده لهذه الأشياء. قال الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، فما من شيء إلا وهو مشمول بالقدر.